بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باطفاري يحييكم في مقطع جديد، مقاطع أتعلم مع جمال. طبعا الأخ سراج المضيء، في عندي سؤال: إذا كان الجهاز من النوع الذي يحتوي عاكس الدورة لا يحتاج عمل بحث الزيت له. طبعا هذا في المقطع اللي تكلمت عنه، نشرت أمس تقريبا. خلنا نشوف المقطع عن شنو كان نتكلم. المقطع: هل من المهم وضع محابس للزيت في وحدة التبريد؟ هذا المقطع طبعا تكلمت عن هذا المقطع وقلت عن اني اجيب القلم. طبعا قلت اذا كانت عندك وحدة خارجية وحدة داخلية، هذه داخلية هذه خارجية، زين، تحتاج الى اويل تراب او مصيدة زيت، يجب عليكم مشاهدة هذا المقطع. ولكن حسب الكتيب اللي شرحت عنه، اذا كانت عندك الوحدة تعمل بنظام حار بارد، فالكتيب يقول ما يحتاج انك تضع مصيدة زيت في المنظومة. ليش ما يحتاج؟ لانه يا طويلين العمر عندك هني، زين، مو بهني، يعني عندك داخل الوحدة الخارجية راح يكون عندك صمام، هذا الصمام يسمونه الصمام العكس، صمام العكس. هذا الصمام العكس شو وظيفته؟ إذا كانت الوحدة تعمل في نظام البارد راح تكون هذه طبعا على السطح، هذه الغرفة، هذه غرفة، هذه سطح، راح تكون الوحدة الخارجية تعمل بشكل سليم، زين، كوحدة مثلا تبريد الفريون، والوحدة الداخلية راح تكون وحدة تهوية وتبريد داخلي بشكل نظامي. ولكن عند التحويل إلى نظام الحار، يعني الحين أنت تبغى تشغل الوحدة هذه الداخلية كتدفئة وتكون هذه كتبريد، راح تكون تبريد. ليش؟ لأن الصمام هذا العاكس اللي في الوحدة الخارجية راح يقوم بتحويل، زين، مجرى الفريون، مجرى الفريون راح يتحول بهالطريقة، زين، مجرى الفريون راح يتحول، راح تصبح هذه تهوية وتبريد، وهذه راح تصبح تسخين. تسخين يعني كيف؟ راح يمر هنا الفريون وراح يتبرد الفريون، يعني راح يعني تكون هذه مكان الوحدة الخارجية، يعني راح تصبح المنظومة بهالشكل مقلوبة. بالتالي ما تحتاج انك، يعني راح تكون هذه وحدة خارجية راح تتحول هذه خارجية وهذه راح تكون داخلية، وبالتالي، زين، ما راح تحتاج الى مصيدة للزيت لانها راح تنعكس عندك المنظومة، ومنها، زين، راح يتغير عندك مجرى سريان الفريون في النظام وما تحتاج الى مصيدة للزيت. هذه طبعا معلومة بسيطة، مثل ما ذكرت اذا كان عندك وحدة تعمل حار بارد صمام عاكس فما يحتاج انك تضيف لها مصيدة للزيت، لان الوحدة هذه، زين، راح تنعكس او ينعكس نظام العمل فيها اثناء التحويل الى الحار او الرجوع الى البارد. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.